وثائق خطيرة وصفت بالقنبلة تهز أركان المنظومة الأمنية بالجزائر بعد افتضاح تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري فريد زين الدين بن الشيخ في التخابر والعمل لصالح فرنسا مقابل السماح له بامتلاك استثمارات ضخمة في فرنسا. الإعلامي الجزائري عبد الرحمن سمار المعروف إعلاميا بعبد سمار والمقيم بفرنسا كشف بالوثائق أن المدير العام للأمن الوطني بالجزائر يتعاون رسميا مع فرنسا مقابل تمكينه من استثمارات ضخمة في باريس بعيدا عن أعين مصالح الضرائب الفرنسية. وأكد الإعلامي عبد سمار المحكوم غيابيا بالإعدام في مقطع فيديو على منصته في اليوتيوب أن فريد الدين بن الشيخ متورط في القيام بأعمال تجارية سرية فوق التراب الفرنسي بدعم من السلطات الفرنسية، رغم أن القانون الجزائري يحظر هذه الأفعال ويجرمها. ويتوفر المسؤول الأمني الجزائري على إقامة لمدة 10 سنوات صادرة عن مديرية شرطة باريس في 2 ماي 2015 لفترة تمتد حتى 1 ماي 2025، كما أنه يقيم في أفخم الأحياء بعاصمة الأنوار في مكان يسمى بلاس بوالديو. ليس بإمكان رؤساء الشرطة الفرنسية تحمل تكاليف السكن فيه، حيث يتجاوز ثمن الإيجار فيه 1500 يورو للغرفة الفردية. ويقيم في هذا السكن الفرنسي الفخم منذ تحمله مسؤولية المفتش الإقليمي في المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2015، إلى جانب توفره على استثمارات خاصة في قطاعات الفنادق والحانات والمطاعم. وللحيلولة دون افتضاح أعماله المطبوعة بالسرية، قام فريد زين الدين بن الشيخ بتحويل أسهمه وأمواله في مشاريع في باريس إلى شقيقه عادل بن الشيخ في ظروف غامضة لكون عادل بن الشيخ سائح بفرنسا. هذه الفضيحة والقنبلة المدوية ستهز أركان النظام العسكري الجزائري، خاصة وأن المدير العام للأمن الوطني فريد زين الدين بن الشيخ مسؤول أمني بارز وعضو داخل مجلس الأمن الأعلى، ويجالس الرئيس عبد المجيد تبون في الاجتماعات الأمنية الرسمية. المثير في هذه الفضيحة هو أن أعمال واستثمارات المسؤول الأمني الجزائري خضعت لعملية تحايل كبيرة تمثلت في تغيير المديرين المسؤولين للتملص من رقابة السلطات الجزائرية ومن المؤسسات الضريبية في فرنسا، كما أن العمليات التي تورط فيها تمت على أعلى مستوى في وزارة الداخلية الفرنسية وبدعم من جهاز أمني في فرنسا وصفه الإعلامي عبد سمار بالقوي. عين فريد زين الدين بن الشيخ مديراً عاماً للأمن الوطني الجزائري في 16 من مارس عام 2021 خلفاً لخليفة أونيسي الذي انتهت مهامه. تقلد بن الشيخ عدة مناصب أمنية حساسة بالجزائر، منها رئيس أمن ولاية جيجل ومفتش جهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة، ثم مفتشا جهويا لشرطة الوسط بالبليدة، قبل أن يتم ترقيته في يوليوز 2020 إلى رتبة مراقب عام للشرطة.